نور أكيد بتتميز هذا الموسم بالأعياد والمهرجانات والبازارات يلي بتجمع كل الناس على المحبة وتقدم لهم منتجات متعددة مجموعة بمكان واحد. أكيد ليا، رجعت هو العنوان للي حمل مهرجان سبارك جروب للي أقيم بدمشق القديمة بالتزامن مع عيد الفطر السعيد ورجوع الأمن والأمان لمدينة دمشق القديمة. لنتعرف أكثر عن تفاصيل المهرجان معنا ناتاليا عضوم وباتريسيا مدفوني، أعضاء في مجلس إدارة في سبارك جروب. يسعد صباحكم صباح وكل الخير، عام وأنتم بألف خير. وأنتم بألف خير، نعاد عليكم. صباح الخير صباح ناتالي الخير، وباتريسيا. صباح بالبداية ناتالي، يعني كنا عم نحكي تحت الهواء انه صلكم هيك وقت عم تحضروا، صحيح شباب صحيح، وصبايا بأعمار مختلفة عاملين أكيد ورشة عمل كتير كتير كبيرة كتير، لحتى رجعت يرجع أو صحيح يبدأ. لحتى خلينا نحكي رجعت عن هالتحضيرات قبل ما نفوت ونغوص بالمهرجان. أوكي. نحن فكرة مهرجان رجعت خلقت تقريبا من 5 شهور، بس الظروف شوي كانت سيئة بالمنطقة لأنه نحن كنا حابين نعمل مهرجان رجعت بمنطقة دمشق القديمة، فنطرنا نحن لحتى صار في انتصارات الجيش السوري بالغوطة الشرقية لحتى قدرنا نباشر بتحضيراتنا، ومن هون بدينا مع وزارة السياحة. بدي أتشكر المهندس بشر رياضشي وزير السياحة، هو اللي دعمنا وآمن بفكرتنا لحتى نحن قدرنا نكفي وبلشنا بمهرجان رجعت. بالإضافة إنه نحن المهرجان كله كان شغل إيدنا، من تحضيرات من ديكور من حارة، من شغل كله كان بشغل ايدنا نحن. نحن رح نكمل حديثنا معكم، لكن خلونا نروح مع كاميرا الاخباريه السوريه اللي كانت متواجده باول ايام المهرجان برفقه زميلتنا نيرمين عمار ونتابع حديثنا. مهرجان بهالمنطقة هي بالذات يلي صار لنا تقريبا ما يعادل 7 8 سنين بكل شيء مرق عليها من مآسي ومن صعوبات، ولكن شعب يؤمن بالإرادة وبالحياة ما ممكن انه يموت. ومثل ما انكم شايفين الإقبال كان جيد جدا، بل أكثر من انه جيد جدا. يعني شغلة حلوة كثير اليوم عم تصير عنا بالبلد، انه طلعوا هالإرهابيين منا، هي أول شغلة تمام. وثاني شغلة شايفة العالم انت كيف مبسوطة اليوم بالمهرجان هذا، انه رجعت بلدنا بخير. احنا مشاركتنا لدعم بعض الجمعيات الموجودة هون اللي عم تشتغل اشغال يدوية، وبعض المواهب والفنون الموجودة لهون اللي حابة تعرض منتجاتها بمنطقة. اليوم هاي المنطقة هي من عبق الياسمين، دمشق القديمة، هي مهد الحضارة. الفترة اللي مرقت الماضية كان في قذائف هيك على باب شرقي، فشوي انطفت الحياة فيها، فنحن عملنا هذا المهرجان لشوي نرجع الحياة لباب شرقي، نقول له انه بعد الشام بعد باب توما، واسم المهرجان رجعت انه هي عن جد رجعت. يعني نور، من بعد ما تابعنا هالكليب لازم نروح يا اليوم يا بكره. اكيد، لانه في كتير قصص حلوه واشغال يدويه كنا عم نتابعها عم تشتغل بطريقه كتير مميزه. تمام، يعني باتريسيا خلينا نحكي معك عن المنتجات اللي كانت موجوده، وهي اغلبها هاند ميد، وعن المشاركين واغلبهم هن سيدات، وهيدا الريع لوين بيروح؟ هلا اول شيء المشاركين اللي كانوا موجودين معنا اعمارهم جدا مختلفه، فيعني كان الهدف الاساسي هو انه احنا نركز على قصه الاشغال اليدويه، الاشخاص اللي عندهم تالنت بشيء معين بيقدروا يشتغلوا وبدهم سبوت لحتى يوصلوا فيها لاكثر عالم. فاللي كانوا موجودين معنا مثلا، معنا صبايا بتشتغل اشياء على الخشب، هي بتكتبها بايدها او بتحفرها. في معنا
كان في معنا عالم بتشتغل على الإزاز دغري بترسم على النحاس دغري كمان كانت موجودة معنا يعني جايبة المكنة تبعها on the spot دغري بتنح يعني هيك بترسم على النحاس 100% وبتعطيهم للعالم. كان في معنا كروشيه في شو في معنا كمان كان نتالي أشخاص كان في اكسسوريز كان في أشخاص عم يشتغلوا بالاكسسوريز وفي بالإضافة كمان في عالم عم تشتغل بالصوف مثل ما شفتوا هلأ بالفيديو فكان شوي متنوع. هذا الحلو فيه يعني كنت عم تجمعوا يمكن من جميع الاختصاصات يعني مثل ما قلتي في أعمار مختلفة في اشتراكات مختلفة من الأشغال اليدوية. كيف لقيتوا إقبال الناس فينا نحكي؟ أول يوم كنا عم نتابع بعض المشاهد كان في إقبال كتير جميل الحمد لله. ويمكن شغل الإيد صار بلفت أكثر في تميز ولمسة خاصة يعني اليوم ما عم نشوف العالم متجهة للماركات العالمية لا لشغل الإيد للمسة الصبية كيف عم تكون خصوصا السيدة السورية يعني هو للصراحة نحن كنا متوقعين إقبال عالم بس مو مثل ما كان مبارح كان شيء كتير حلو أكثر من المتوقع كان أكثر من المتوقع العالم كانت ردة فعلها كتير حلوة حبوا المهرجان موجود بالطريق القريب من العالم قريب من الناس ما أنه محدود بمكان معين وحتى المشاركين كانت ردة فعلهم كتير حلوة حبوا التجربة الجديدة وكتير تفاعلوا مع العالم نعم لك 100% رجعت مية رجعت باتريسيا خلينا هيك شوي نحكي يمكن كيف قدموا السيدات وكيف اخترتوا ونسقتوا بيناتهم وانتم منهم لحتى يعرضوا كيف هي حركة انكم نسقتوا مع سيدات محددين اكيد في اعداد انتم نقيتوا منهم صح؟ تمام هلا هي بلشت الفكرة مثل ما قلت لك انه احنا بدنا نروح على هذا البارت هلا انا هون بدي نوه انه كان في تعاون كتير كبير من أشخاص هن دعمونا بهي القصة هلأ يعني جمعيات خيرية هلأ مثلا في عنا كثير مشتركين من كنيسة الزيتون مثلا في صبية في مدام هنيك ساعدتنا كثير بهذا الموضوع وهن كانوا عندهم يعني رغبة انه هن يفوتوا بشي جديد فهذا الشيء هيك ساعدنا كثير هلأ هي شغلة شغلة تانية انه احنا اوريدي كنا حاطين ببالنا أشخاص نعرف انه شغلهم كثير حلو ف يعني تقصدنا انه احنا نحكيهم ونخبرهم عن المهرجان ونتمنى انه مشاركتهم بالموضوع فكثير كان يعني كان في اقبال هلا يعني طبعا اكيد بفتره والثانيه ممكن تتعبي شوي لتقنعي لانه هو النهايه هذا بتعرفي مهرجان جديد هي اول مره بيصير بسوريا انه انت تكوني بمهرجان بالشارع تماما يعني العالم متعوده على انه في قاعه في حيطان في عرفتي فما كان كثير عم تقدر تستوعب اول شيء هو من الناس للناس هي حلاوته بين الناس يعني ما في فرق يعني ما العالم جاي خصوصي لانه هون في شيء لا هي العالم حتجي مشان المهرجان بلس انه اللي مارق ما له مثلا شغل هون مرق شاف ففات واشتروا يعني ف هي شغله هيك عملت حركه وحماس عند العالم يعني حتى مثلا امبارح جانا صبيه قالت لنا انه انا كثير حبيت المهرجان ولو كنت عارفانه كنت شاركت فبليز انه اذا في مجال اقدر شارك معكم بكره يعني فيعني العالم كان شوية في تخوف بس بعدين كتير تحمسوا للموضوع يعني هي لأنه مثل ما قلنا بين الناس ومن الناس للناس حلو وقريب الفكرة صحيح. للقلب بس خلينا نحكي مثل ما قلنا بالبداية هو في منتجات مختلفة صحيح. في ظل غلاء الأسعار فين كنا نقول كيف كانت الأسعار لأنه في انتقادات نوعا ما للبازارات اللي هي عم تنشغل مثلا بشغل الإيد أنه أسعارها عم تكون صحيح. نوعا ما غالية مو بمتناول مين ما كان فقديش لعبتوا على الأسعار لأنه مثل ما قلنا نحن في طبقة اجتماعية محددة صارت فئة كتير كبيرة من المجتمع مزبوط صح لا هذا الموضوع كان كتير يعني بالنسبة لنا الهدف من هذا المهرجان كان انه نحن يكون واصل لكل فئات المجتمع يعني انا ما يجي لعندي حدا يقول لي انا مثلا ما بقدر اشترك واحد اثنين انه انا فتت ولقيت شيء كثير غالي هناك يعني عرفتي يعني الفكره كانت انه حتى الاسعار اللي موجوده هلا في بارت انت بتعرفي في بارت للاولاد هناك قسم كامل عاملينه للاطفال يعني حتى الالعاب هناك كانت كثير 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 اسعارها رمزيه هي نقطه كثير مهمه لجذب الناس مشان العالم كلياتها يعني تتحمس انه هي تجي تلعب اولادها نعم نتالي خلينا هيك شوي نحكي عن يمكن ريع المنتوجات بما انه حكيت
باتريسيا عن انه الاسعار مدروسة ومعقولة. صحيح. وانه ما في ايجار صالات وما في هدول التفاصيل. خلينا صحيح. نحكي ريع السيدة هي شغلة لمين بيروح ويمكن كيف الغلة بتتقسم. الغلة بتتقسم. هلا نحن بما انه نحن حبينا نقدم هذا الشيء للافراد يلي هن عندهم تالنتس معينة ما عندهم ممكن طريقة أو شركة أو محل إنه يوصلوا للعالم عن طريقه، فنحن حبينا إنه نفيدهم بهذا الموضوع لحتى يقدروا يروجوا لأعمالهم وشغلهم أكثر. فهذا الريع هو رح يرجع لإلهم لحتى هن يقدروا يبنوا مشاريعهم الصغيرة اللي نحن حبينا نوصل رسالتنا عن طريق رسالتنا بإنه هن يبدوا بمشاريعهم الصغيرة عن طريق هيك مهرجانات. بس قديش حلو الشغلة هاي، التفاصيل إلى معنى كتير كبير. أكيد الأسعار أكيد. تكون مناسبة للكل مثل ما قلتي، تسويق للمنتجات اليوم ما عاد في العالم أفراد. تقدر توصوق لمنتجات بهي الطريقة، فهي صحيح. المهرجانات الكبيرة نوعا ما بتساعد السيدة أو الصبية اليوم أكيد. اللي هي معيلة لأهلها أنه تسوق لمنتجاتها، يعني هي كمان مثل ما قلتي دعم للمشاريع الصغيرة. ففي كثير من النقاط هي مهم صحيح. الواحد يشتغل عليها لاستمرارية هي المشاريع. أكيد إيه لا 100%. يعني هي كانت الفكرة إنه أنا مثلا في عالم هي ما كان الهدف لما طلعت بمشروعها إنه هي بس فقط مادي، هي كان الهدف إنه هي تعمل تورجي موهبتها للعالم. ونحن هدول الأشخاص اللي عن جد لما قصدناهم تحمسوا، لأنه هن هذا هو هدفهم كان من البداية، إنه هن يوصلوا بأفكارهم أو بالتالنت تبعهم لأكبر عدد ممكن من العالم. وفعلا هذا الشيء صار، يعني إنه العالم كثير مبسطت من الشغل، ولهلا الحمد لله ما حدا انتقد أو قال لي مثلا ييشوا الأسعار غالية مثلا، ما في هيك شيء أبدا، لأنه مثل ما قلت لك كنا دارسين القصة بحيث الكل يقدر. اليوم ونشوف ونتعرف ونزوركم، بس نحن والمشاهدين ما بنعرف لا من أي ساعة لأي ساعة ولا إلا أيام. خلينا نحكي نحن بمنطقة باب شرقي بحارة الزيتون بالشارع من الساعة 5 للساعة 10 المساء، موجودين اليوم وبكرة كافيين. أوكي. يعني ثلاث أيام العيد. ثلاث أيام العيد. طب حسب إقبال الناس، ما قلتوا لازم نعمل مثلاً نقط أساسية لقدام إنه يكون المشروع أطول يمكن أو مدة فترة زمنية، لأنه أو ننتقل على الحارة اللي بعد بعد على الشارع اللي بعد تنقل للمكان. يبني حتى في عالم هي وهنيك قالتنا لازم تعيدوا بمثلاً إرنة كذا. صحيح. ما ضال ببالي الأسماء مزبوط، بس يعني من كثر ما حبوا فكرة إنه هو outdoor. يعني هو ما انه متكلف المهرجان، يعني هو كتير بسيط، فانه لا عيدوه. ونحن اصلا من البدايه لما طلعنا فيه نحن حابين نرجع نعيده بمكان ثاني، في الناس تحمل اغراضها وتزور اي منطقه. صحيح. تماما فلا اكيد نحن رح نرجع نعيده يعني. وقصه انه نحن يكون اطول اكيد بنتمنى، بس حبينا نستغل فتره العيد لانه بتعرفي هو الاسم رجعت، ونحن حابين نعيش هاي الحاله انه هي رجعت الفرح ورجع العالم تمام. تتجمع تنزل ما تخاف، يعني تمرق بالطريق ما تكون هكلانة هم يصير معها شيء يعني. أكيد. ايه فمشان هيك ركزنا على هاي القصة كثير يعني، ودعم هالشيء المونديال كمان. ايه يعني عزقت مونديال وباب شرقي وباب توما عزقة كله عزقة. لكن هيك نحن كثير انبسطنا بشغلكم الحلو، ونتمنى يكون مو اول مره هيدا الشغل، بنتمنى هو يستمر وينتقل لحارات ثانيه ايضا بالشام القديمه او بحواري الشام. كلمات اخيره بنبلش من عندك ناتالي وبنختم مع باتريسيا. اوكي انا حابه اكيد اتشكر الاشخاص اللي دعموا المهرجان، حابه اتشكر شركه نسله كانت معنا كراعي، وتشكر الفوتوغرافر وسام بشور، وبتشكر شركة ديلارا للمواد الغذائية. أوكي. ومنوجه كمان شكرنا للجهات الرسمية اللي دعمتنا، من كادر وزارة السياحة، كادر المحافظة، فروعة الأمن، وجود شعبة الحرفيين معنا، وبالإضافة لأهل الحارة يلي هن كانوا جدا داعمين وجدا متعاونين معنا، بيعملوا لكم شاي وقهوه وجيران. ايه اوكي امبارح اكلت تبوله انا. ايه فكانوا جدا متعاونين معنا وامنوا بالفكره وساعدونا كثير لحتى قدرنا نطلع بالمهرجان. 100%. انا ما راح كثير ضيف، انا فعلا يعني عن جد المنطقه هنيك شعب جدا لطيف، شعب جدا متعاون يعني، والاشياء الحلوه يعني وقت دريوا انه في مهرجان انبسطوا، قالنا دائما نعملوا هيك، لانه نحن عن جد الحاره هون ناقصه هي الروح، العالم هيك تغلي فيها لانه هي جايه تشوف شيء حلو يعني.
فيعني انا صراحه كثير انبسطت، وهذا يعني شيء هيك عطى جواتي دافع لانه انا عن جد بدي اني اعمل هذا الشيء. يعني هيك حسيت انه انا عن جد جا عبالي اعمل لهم شيء حلو. ومبارح حتى يعني وقت شافونا قلنا عن جد يعطيكم العافيه، كثير الشغل حلو هيك، فعن جد بتشكرهم يعني كانوا كثير متعاونين. اكيد يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. يمكن هي الفرحه اللي ادخلتوها لقلوب الناس بتعطيكم مسؤوليه أكيد للمستقبل ومشاريعكم القادمه، لهيك نتمنى لكم التوفيق بجميع خطواتكم. وتحيه لكل القائمين على هيدا المشروع. شكرا كثير. ميرسي. ثانك يو. ميرسي. ميرسي ناتالي. ميرسي باتريسيا. ميرسي. شكرا لك.